أيقنا أقبلي أو نو برمود كري نونا كات قرب استاجي نونا دورت أيام مهدل أيقنا وحاسدوا كلام مهدل ودمدي ربي هنكاس أو كجري الصومالي عرب تمركي ليجري لن نقضي هنكودي أو ير أوكي هدي الصومالي عربتو أيضا سينينا وأوغهرني وأنا نقول ترتمن أرنتا أيضا مهد بلارن أيلين وحا صور سوحوري وحا تلمام ميسا إن كالسون دا عالمك أما قارد دينا أما قبل كين أو نوقبو إن أي سو كرد أي سو مالو والمانة كده بيسا أي سو فعنان أي سو أمال عادي أي سو قاريسو سو ماليانا أي سو استاقيسو ماش عالم كتاقيا ودام دان ماش إتاقيهن عالم كين سو استاقيسو وحيد دل دوني دا كتر سن لغو آمني إسيد اللورة دقمينة سومالي إن اللورة دقمي أو دل عادي أيتا بس عربا هل كان إنه باقدد كسومالية وإن ما دام عالم كو كل صونا ذا أيجا أيجون وإن إسكو كل صونا ذا وحان لا يهاي كو مالين والباء كهلنا قيامها the doomest day people قيامه إنه دعي بلاي أنت كسو بتعدي حق بلاي كان كسو دكتي ضد كسو مالية وحن لا وحبذا هذا اللي سنينا وضد شلي يدباتذي يحمنتي شلي للنول كبقى يا نبضة يهر مركة يا كرامة ومد أسوس زائدي سكبقى يا دون يمشي شلي للجوجي حمنتي اللي حمنتي اللي يقيني إن لقول نجادو أن دون إن أصها انتقان وناجة يا محوها هاي بنكا الصب إلى الدقيو إن إقليب كدقان أنا أقولين واي أما كبقيو أو أي دبيسو عربا مركلة إن أنا هالكان رنتي أن كبقى ديو أمد الصومالية كم من نقشة كم من نقطي برج أفريقيا برج أفريقيا سيد الله شاقي ضد بلارن أو أتلانتيك أوشن إلى إنديان أوشن إسكسو حرواي سيدد ودن و سيدداس ودن سدح ودن او كميد اه ايا اه ودمدا هبهانه بدا كو يالو صوماليا كينيا يا تنزانيا دي ار سي طبعا ير او كوبن اي بدا اطلانتيكا اي كغشا شنت ودن اما افرت ودن سو هارتي بد مالها لبعت بدل أن مقبان لأن بدهن أي وحكليه بدهن أي أكسس إليه سيدا هذا ببد تنزانيا إيا كينيا أي وضم بدن أو سوقا كجناه أي أكسس إليه حروا إن أنت قصد ضرب صوماليا بدهن إن لا استعماله شلا إن وعي أقولت ما أنت نوع أقول شيء برينوا أقولانسا بس بريها عندهم ب ودن كان درس كأن هاي إثيوبيا كم قليسين أرما كسب سن بدة سكما هاي سن أن هاي إثيوبيا إثيوبيا إنه بدة جارت سكما هاي سن دجال نقد الحياة أن هاي إثيوبيا أو سوماليا إثيوبيا أي بدة جديدة تاي معه وحن سكوا هاي سن أو حيت هاي إثيوبيا سيداي بدة كسو جاري دتك سوماليا دي عالم كبر حرب أنا مركل وعديه إثيوبيا هذه أي دوني سحبها سومالي إني سو جارتو وسو دويننا وحنا ربنا إني أسو جارتو سيدا يوغاندا أي حبت كين أسو جارتو سيدا بروندي يرواندا أي أوغاران حبت تنزانيا سيدا ساوت سودان أي حبت كين يوغارتو سيدا إثيوبيا لفتي أي حبت جبوت أوغارتو أو حبت كين أسو جارتو أو كالي إني سومالي أسو جارتو وركاس وحن فيليا آد وحد هاي حاربا إن لجها ورين رأي عالمك إن لجها ورين رأي الصومالية هي إن لجها ورين رأي أمضى إثيوبيا إن درس كمان شعبك إثيوبيا شعبك الصومالية درسنا هاي اسمان ناندورن شلي نوان إن مانتنا برين وراها دونا لكن إن لجها وريران وسأني جن وحلوه شعبه وانديدنا هاي وحنا جالسين هنا فرنتاس صوماليا إن أنا مشكلة قبل لكن
wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay kale yihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfaham weynay matalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaameyn badda meesha ay marayso waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanan noo kala xukumay dib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda soomaaliyeed la mucaamilaan maadaama walaalaha soomaaliya ay mucaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax probleema oon ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo isisii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay mar kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay magacyadii aan aqiinay iyo dadkii wujuuhdooda aan aqiinay ee bahda waxbarashada ahayday inaan dib ugu soo noqdo oo aan arko halkan ay iiga muuqdaan waa ku faraxsanahay arrinta halkan looga dhawaajiyay ee caafimaadka ah focuska ay ku saartay gabadha walaasheen ahayday arrimaha dependency-ga mushkiladda dependency-ga ma aha caafimaadka oo keliya mushkiladda dependency-ga afrika meelo badan ayay ka saamaysaa ay ka haysataa soomaaliyana si gaar ah meelo badan ayay kasii haysataa sannado badan ayaa caalamku na garab taagnaa oo raashin biyo caafimaad tacliin amni wax walba nalala garab taagnaa soomaaliya maanta waxay joogtaa meeshii markan iyadu ay isku filnaan lahayd caalamka iyo walaalaha kale ee duruufaha maanta aan ku sugannahay duruufii aan ku soo sugnaan jirnay oo kale ku sugan maalintii aan garab istaagi lahayn ayaa maanta la joogaa garab istaaggaas hore waa ka baxay laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa baaq inaan halkan uga diro dowlad soomaaliyana way ka shaqaynaysaa maahmaahdeennii iyo xikmaddii soomaalida ay lahayd oo ahayd biyo saxabadaada ayaa looga dhargaa ama looga haqabeena waana la soo garab istaagay waana la soo daadiyey waqtiga aan soco lahaynaa la joogaa dadka soomaalida ha u diyaar garoobaano inay socdaan maamahdii kaloo aheedo waxaan rabaan ku xijinayaa dharkaa dheer dhaxankaa miciliyo iyo tii kale oo iyadana ahayday baahi badan iyo baryo badan iyo bugto badanba waa la isku nacaa caafimaadka walaasheen muliyadaadta ay ka dhawaajisay ee dibadhaysiga ah wuxuu yahay bugto badan waa la isku nacaadi waaye inaan horta marka hore inaanan bukoonin inaan ka shaqayno haddii aan bukoonana inaan isdaaweyno inaan ka shaqayno inta karaankeenna waayo waxaa nalaga rabaa mar kale waa ka mahad celinaa soo qabanqaabayaashii iyo ka soo qaybgalayaasha iyo diblomaasiyiinta soomaaliya jooga ee iyagana waqtigooda qaaliga ah soo siiyey aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh